السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في آخر 10 مباريات من الفوت شامبيون أو آخر 11 مباراة. زي ما أنتم شايفين يا جماعة باقي لنا 11 مباراة وعندنا 12 فوز. حلو الكلام، عشان نضمن أن نجيب أرقام كويسة في الأسابيع الجاية لازم في المباريات الحاسمة القادمة نتعلم من أخطائنا. فعلى أثر ذلك وراي سبورة راح أسجل فيها أخطائي طوال المباريات القادمة. طبعا أول خطأ أقع فيه دائما يا أخوان، العصبية تقتل الإنسان، العصبية تضر الدماغ، العصبية قد تتسبب كثرة نسيانك وعدم تركيزك وفهاوتك، وربما تتسبب لك العصبية توتر والضغط أضرار للعقل بسببها يجيك زهايمر في المستقبل. هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية، الدفاع أيها الإخوة يعتبر قبل الهجوم. إذا ما دفعت كويس ما راح تهاجم كويس، إن الخصم يصير ضغط عليك وانت ما انت قادر تفتك منه كورة. الدفاع هو نقطة ضعف أحمد شو. الخطأ الثالث اللي دائما أقع فيه، الاستعجال أيها الإخوة أحد مشاكل أحمد شو في اللعب، قد تكون مشاكلك أنت عزيز المتابع. لما نفتك الكورة من الخصم نهدي نروح، كذلك ما نكون مستعجلين على أن نقطع الكورة من الخصم، برضو نهدي نروح. لو جاء خصم كويس ضدك إيش تسوي؟ هو لعيب، هو أحسن منك. هل أعصب؟ لا أهدي، ولا إيش أسوي بالضبط؟ بسيط الموضوع جدا. الانبطاح، نعم أيها الإخوة ركزوا معي، درس مهم. الانبطاح يخرج منه فرعين، فرع الأول هو التسجيل في مرماك، فرع الآخر هو أن تنسحب. إذا سويت الاثنين جزاك الله خير. إذن أيها الإخوة ها نحن ذا، فلننطلق على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا. طيب قبل ما نطب في تشامبيون أيها الإخوة والأخوات، عندنا جوائز السكواد باتل. أما قلتوا ما لعبنا، هو 11,000 وحزمة لاعبين، توقع باكج 15,000 وباكج مدري إيه. نفتح أي باك ما يهم، القوي الضعيف نفتح. أوه كراسكو حلو، سوبر سب قدش. أنا ما طلع ولا شيء، بس خلنا نلعب في تشامبيون بلا جوائز. والله دفاع كذ، وسط خراف، وهجوم كذ، وأجنحة خرافيين، وتشكيلة أسطورية. ابوهم دخلوا في بعض، هدف. يا سلام. صح ديبالا، وحش ديبالا، رجال والله رجال. صح لك يا كلب. يا ليل أشوى. مربع إكس، مربع إكس. كل الناس عندهم دفاع قوي. يعني جزاكم الله خير. سمو أيها الأخوة، مبروك سجلنا الحمد لله. يلا أداما السرجل، السرجل يا أداما. الله، هذه المباراة مثلثات بين الدفاع. زي سلام عليكم سيد الحكم. الله ديبالا وحش. ووو مباراة الجول 3، مباراة رانك أيها الإخوة. أحد أسباب خسارتك في فيفا إيش؟ سكريبتد، ما أنت فايز، يقولون لك ما تفوز، لعبتك حمير، خصم أسرع منك، أبصى منك، وأدرب منك، وأشوت منك. اللي بيصدق بصدق بصدق. في قاعدة في فيفا تقول مباراة تفوز ومباراة تخسر، مباراة يكون اتصال فيها خفيف والأمور ماشية وسالكة معاك، ومباراة ضدك. فالمباراة اللي ضدي رانك. دقيقة دقيقة، تشكيلة والله قوية مرة. ايش اقول لكم انا لما اقول لكم سكريبتد؟ السكريبتد يخشون بين الدفاع، سكريبتد تسلك معاه. ايوه ها ايوه، الله اكبر. الله 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 الله، اعتذر 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 والله يا ناس.
على ام الحال. لا تعصب لا تعصب. الله اكبر. سو والله ما ادري سلكت. والله نحسن بالارقام تقول اني احسن. شوف السلك يا شباب. كمل يا عمري كل بالي. يا عيال يا عيال يا عيال. يهو يا مسلمين اتقوا الله. ابغى امسك كوره. شوف شوف السكريبتد كيف. ما ابغى ما اتكسر ما اتكسر. من قوة السكريبت ضربت في العارضة. مو معقول يا عيال مو معقول ماني قادر اكنتر كورتي. روح يا دامة تراولي الله يحرقك الله يحرقك يا شيخ. روح الان اركض اركض روح. نحن معك روح. خش عليه خش عليه. املع سكريبتك ولو اخلطه امك خال خل اخلطك سمنك استعجل. سكريبتت ولا مو سكريبتت؟ اشق اللعبه شق. ايش دي المباراه البيض؟ جول 3 يا شباب الحمد لله وصلنا للطموح. احنا قلنا مباراه سهله ومباراه صعبه المفترض هذه تكون مباراه سهله. واتس اب يا This is DJ Quo hitting you with a new تكو ديبالا حرام كملها يا عمر يا ديبالا. الله عليك واخر بس check it out come on yeah هلا هلا فديبالا حبيب أصدر الناس ولا واتساب واتساب ماكو مشكلة أنا واحد مشكلة في أحد بيضرب راس ماي جود اتفق عليهم كلهم ميرتز رجال بالمقهى ومبسوطين تعال كل يوم شاي حليب مر علي عطني ايزي ايزي حبيبي ايزي 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 وابو خالد شي مو جديد ترى شوف انا لعب حديد واسمع مني واستفيد يا عمري هدف الرابع خلاص انتهى قفل قفل يا مدير الشغل الله يعطيك العافيه هو مستعجل من كثر ما هو مستعجل انسحب ما عنده وقت. الخصم اللي قبل شويه يا شباب يعلمنا انه الاستعجال قد يسبب خسارتك. دفاع هذا الدفاع ذا مريض يا شباب الله يكون بالعون. يا يا ولد والله كذب وربي كذب. صح يلا ترى لعيب ذا يا شباب لعيب يعرف يدافع يعرف يقرا شايفين. تكفى يا أكونا لا أكونا أكونا متاتا الله عليك ليتجو. الله عليك ديبالا
الله الله ليتس جو. من 2-0 ل 3-2 ديم يا القوة ديم يا القوة ديم. مباراة واحدة على الجول 2 يا أيها الإخوة والأخوات. ويسيخ ويسيخ يلا يا حرام. يلا يا عمري شكرا يا ميرتنز وحش. يلا يا حرام لو انه شوت يمين يمين بالله كان جات. شكرا مانولاس مانولاس الكل. اقفل حضري حضري حرام 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 حرام. يا مانولاس ليه انا ما عندي دفاع ما عندي دفاع انا. ديبالا صح الله هذا ديبالا هذا الرجال. عمري يا ميرتنز بالهدوء بالروقان الله أكبر. نعود نعود يلا يا رب يا صلاح محمد صلاح محمد صلاح وفا الله الله اكبر يا شيخ. ليتس جو العزه لله والنصر لله عز وجل الله اكبر. الله عليكم يا عيال الله 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 حلو. خلصنا من هذا الهم. ما ودي احط نفسي في هذا الضغط الصراحه ودي نكتفي كذا بالجول 2 يعني والاسبوع القادم نظبط الامور ونعدل الامور.